تأسست العلاقة العربية مع الأتراك بشكل معمق من خلال العلاقات الثنائية التي ارتبطوا بها في إطار الإمبراطورية العثمانية التي ظللت مساحة جغرافية واسعة من مساحات القارات الرئيسة الثلاث. هذه العلاقات التاريخية التي زاوجت ما بين الثقافة الدينية والتقاليد والعادات الموحدة إضافة إلى وحدة الهدف والمصير المشترك، وهو ما أدى إلى أن الفهم لطبيعة المنطقة الجغرافية لا يمكن فصله عن الفهم الثقافي والديني والتاريخي. فبلاد الرافدين كحالة من الحالات العربية المميزة بتاريخها وثقافتها كانت ملمحا من ملامح العلاقات الوطيدة بين تركيا والعالم العربي ما بين صروف الدهر وتجليات الواقع. إن القرب الجغرافي والطبيعة الخاصة بالثقافة الفردية والجماعية ومستويات التأثير الديني في القيم المجتمعية تمثل بمجموعها سمات فارقة في العلاقات التركية العراقية. وبرغم التوترات التي شهدتها المنطقة، إلا أن هذه العلاقات لا زالت قائمة، بل وبدأت بالتوسع والتقدم في الآونة الأخيرة على المستويات الاقتصادية والسياسية والتنموية. العراق برغم جراحاته الداخلية والخارجية، وتركيا برغم المعوقات التي تنثم في طريق ازدهارها، هما من العناصر التكوينية الأساسية لمعادلة الشرق الأوسط. وبوجود علاقات متينة متوازنة موضوعيا وشكليا بين الدولتين الجارتين، يمكن أن تتحقق العديد من مجالات النهضة. ومن خلال علاقة كهذه يمكن تجاوز العديد من الصعاب والعقبات سياسياً ومعرفياً وجغرافياً.